الجزء الثاني من حكي ميديا مع آلاء. مساء الخير عن جديد، وبدي أقول لك سلامتك. الله يسلمك يا روان، مساء النور مرة تانية لألكم للمشاهدين. فنانون موالون للأسد عم ينتقدوا سوء الأحوال من خلال أغنية طالعة كثير ضعيفة معهم الحقيقة. خلونا نشوفها قبل ما أحكي عنها. معكم غازمو. يبا لا 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 يبا لا 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 لا. معكم ميمو. يبا لا 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 يبا لا 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 لا. معكم مازوت مو. يبا لا 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 يبا لا 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 لا. ما عندكم كهربا مو. يلا لا 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 يلا لا 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 لا. بدكم تهاجروا برات البلد. يلا لا 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 يلا لا 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 لا. يلعن ابوكم ايه. يلا لا 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 يلا لا 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 لا. لا لا يا لا لا مو معقول. حقيقة غريب انه يعني فنانين يقدموا هيك شيء. هن طبعا مو مقدمين على اساس انه هن عاملين اغنية او شيء، بس فيهم ينتقدوا الاوضاع بطريقة اهضم او فيها شوية ابداع اكثر يعني من هال. بعيدا عن الاهضم، انا صرت احس عن جد انه صارت القصة انه مين يلا بده يبين انه وقف مع الشعب اكثر، ومين بده يقعد. هلا بس انا بظن انه خلص يعني فات الاوان، هلا مين بده يوقف مع الشعب بعد كل هاللي بعد اللي صار. صحيح. شادي أسود كمان عبر عن رأيه بالبطاقة الذكية الخاصة بتعبئة البنزين والوقود. خلونا نشوف. أول شيء صباح الخير ولا مساء الخير، ما عاد نعرف صراحة لا صباح ولا مساء، لأنه صار صباحنا مثل مسانا، سم بدن الصبح وسم بدن قبل النوم. وهي شغلة البطاقة الذكية نحن ما لنا ضدها، نحن ما لنا ضد أي قانون يطلع بهذا البلد، بس يكون لمصلحة المواطن أولاً ويكون في عدل بتطبيقه ثانياً. يعني 200 لتر فينا نفهم مين الفيثاغورس اللي حط هاي النظريه والحسابات والجداول والارقام انه 200 لتر بكفوا للمواطن بالشهر بنزين مثلا، ولا حتى 300 لتر ولا حتى 400 لتر، لانه اذا بيروح يسافر روح رجع على اللاذقيه ولا على حلب ولا يوصل شغل او شوفير تاكسي او طالع نازل على بيروت، هذا يعني بده يحسب حساباته انه هو بده كل يوم 7 التورة بس او 8 التورة او 6.5 التورة، هذول بس هذول مخصصاته اليومية، بده يقضي شغله بستة لتر بس مثلا، وحساباته لألف وأربع، وسيارته أربع سلندر مثل سيارته ثمانية سلندر مثلا، هذا شلون ظابطة معكم يعني؟ المحركه 1400 cc مثل المحركه 6000 cc أو 5080 cc، فشلون ظابطة معكم هاي الحسابات؟ في يطلع حدا يقلنا بس من هالأشخاص الجهابذة الفيثاغورسيين بناءً على شو هاي الحسابات والأرقام قرروا 200 لتر للمواطن؟ بس، نحن مالنا غنم، نحن ضد انه تستعملونا غنم، ونحن مع اي قانون لمصلحه المواطن، ومع بس مع العدل بتنفيذه مو اكثر. واذا كان هدفكم تضغطوا علينا لمرحله انه نوصل انه عن جد بطلنا طايقين البلد بدنا نسافر، لانه 8 سنين حرب واستراتيجيه خارجيه ما كرهتنا بالبلد ولا خلتنا نسافر، انتم حتخذونا نسافر. نحن مع سياده الرئيس ومع اي قانون بيوقف عليه سياده الرئيس، لانه سياده الرئيس مصلحته وهمه الشخصي انه يكون مصلحه المواطن قبل كل شيء. وإذا الرئيس بقلنا امشي ومشي على طريق السفر نحن جاهزين، بس ما بعرف شو بدي احكي يعني صراحة. وصلت معنا لمرحلة يعني كشباب سوريين يعني همومنا صارت أكثر من يعني أكثر من لا تحصى، جيش، احتياط، سفر، أكل، شرب، نوم، تسريح، إجازة، ما عاد في معي يعني ما عاد كهرباء، غاز، مازوت، جواز، زواج ولا جواز ما بعرف، زواج أي شيء، عنوسة ما تعنوسة، بده يسافر بده يضل، ما مخنوق ما عاد عارفان الله وين حاطه. طب بس يطلع واحد يكون شفاف مثل سيادة الرئيس يمشي عنها سيادة الرئيس. بده حدا شفاف؟ في شي حدا شفاف مثل بشار الأسد؟ صار أي حدا لما بده يطلع يحكي أو ينتقد أو حتى يحسس الناس أنه واقف معهم مشان يبرر أبداً أنه ما نطالع عن طريق سيادة الرئيس، لازم يقول أنه نحن معك وشو ما عملت وشو ما سويت. بس هو التناقض اللي حكاه فظيع، نحن مالنا غنام بس نحن ورا سيادة الرئيس، وإذا بقلنا أمشوا بنمشي يعني ما بعرف شكله غنمة متمردة. أخذ شوية تعليقات وصلت. نور عم تقول نفس الشيء طول عمرهم هيك، هدول بينتقدوا كل شيء إلا الرئيس.
يعني فلنفرض فرضا انه هذا الرئيس منيح، رئيس منيح بس ما له دريان شو صاير ببلده، لا يستحق انه يكون بهذا المنصب. يعني القصه كثير بسيطه، يعني ما بيجي معك تعامل على قولتك تماما من هي النقطه. يعني اذا هن مفترضين انه هو مثل ما كان عم يقول شادي اسود ما بده الا مصلحه العالم ومدري شو، طب اذا ما له دريان شو عم يصير بالعالم معناتها هذا شو. خلنا ناخذ تعليق ثاني. انا عصبت مو زهره البنفسج فظاعه، بيطلعوا بينتقدوا كانه بشار الاسد ما له علاقه بالشيء، هو لحال واللي عم يصير بكم عايش بكوكب ثاني لهالدرجه مستغبيين العالم تماما. يعني مو دريان بالشيء، هذا الكلام ممكن ينقال. خليه عم يلعب على البلاي ستيشن. رح نضل بسيد الرئيس مكرمي من السيد الرئيس بشار الأسد، وتخليدا لأرواح شهدائنا الأبرار تم اليوم أمام مجلس مدينة سوران يلي هي بريف حما توزيع أو تسليم جرة غاز لجميع المستحقين من أبناء الشهداء الأبرار والجرحى بحضور لجنة من شركة المحروقات وبإشراف أمناء الفرق الحزبية ومجلس المدينة يلي اسمه غازي زيدان. طبعا هذا الخبر تم نقله على الصفحات المواليه للنظام وايضا باعلام النظام. الغريب انه ما في شرط من الشروط انه يكون في نسبه اعاقه معينه او حتى لا الشهداء بعرف حتى لو وبصمات يمكن الاهالي بدي اقول شيء يعني انه يعني توزيع جره غاز لذوي الشهداء وكانه هي يعني منحة عظيمه مكرمه من السيد الرئيس. واو رح نشوف تعليقات يلي اجت على مكارم السيد الرئيس. موسى يا الله على هذه الاخلاق، بالامس رفع المنحه الطلابيه واليوم مكرمه جره غاز وغدا لا ندري ما سوف يوزعون، وعلى من لقد خسرنا هذه المكرمات والمنح بمجرد خروجنا من هذا البلد المعتق. السلام. كمان ناخذ تعليق ثاني من محمد عم يقول يعني لازم الواحد يموت لياخذ جرة غاز. طبعا محمد يعني لازم الواحد يضحي بروحه مشان عائلته تاخذ الغاز. عن جد التعليق الاخير من كمان محمد اسمه سياسه تجويع الشعب بعدين بمكرمه من سيادته بالتقطير مشان يحبوا الشعب، والمشكلة إنه عم يحبوا الشعب حسب وجهة نظرهم طبعا. أكيد بعد هذه المكرومات وبعد ما شادي أسود كان مصر إنه هن مالهم غنم بدي ودعكم مشاهدينا وكان في شيء ثاني وأنا فكرت جايبتين لك شغلة. لا خلص يلا معلش حاجة حاجة لهون وبس. بدي أتمنى لكم ليلة سعيدة ومشاهدة ممتعة. شكرا لك آلاء، تزورونا وسيم بعد الفاصل.